لازم بقى نروح مكان الجن الازرق ما يعرفش يوصلنا فيه. جننا ونشعلله. مفيش مكان بتلحقوا ورا ورا ورا. انا بقى لقيت حته مكان والله لو حمدي حضر عفاريت عشان يجيبونا ما هيعرفوا يجيبونا. ابنك وقع من على الصخره مني وما عرفتش اتصرف ورجله مكسوره وانا في المستشفى دلوقتي. 10 كمان على ما شافوا هيعملوا ايه؟ لا ده واقفه عند العمليات بتتطبل على جوه مش عارفين عنها حاجه. انا هجيب الولاد وهاجي بس تبعت لي فلوس. هتروحي يعني النهارده؟ اه هنروح النهارده بس لما نخلص اجراءات المستشفى. اكيد هتروحي النهارده يعني؟ اه. هتلاقيها عوضت عن كل حاجه انا ضيقتك عليا ووعدك انك تيجي تلاقي مفاجاه كبيره 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 تخليكي تمشي اي حاجه انا عملتها عليك. بس انا مستغرب ازاي ما عرفش يجي لنا؟ يجي لنا ازاي يعني ما يعرف مكاننا؟ ليه اي حد بيعمل مقلب ولا ايه؟ ده شكله يروح عند الفترة اللي جايه بيفرح وراح فين؟ اكيد محضر لنا حاجه جامده، ده يقعد يصالح فيا وانا اعمل زعلانه ومقلوبه. المهم استعد العقد كده عشان اول ما يخش يشوف، وانت حاول تتمسك كده ولا عرض ولا اعمل اي حاجه. يا بنت اللذينة شفت امك؟ ده انت نهارك اسود النهارده. شايف امك؟ بعد ما خدت مني ال 20,000 اكتشفت ان هي ايه؟ ما راحتش للمستشفى ولا حاجه، شايف وانت ندمان وعمال تقول لي مش لاقيين لهم ورضاعوا؟ اهو التليفون لما اتفتح عرفت مكانهم، اهي امك اهي. شايف؟ شايف؟ بص فين؟ مكان سكني هو قاعده فيه وتقول انا في المستشفى وخدت مني 20,000 وانا وانت من الصبح عمالين ندور عليهم، كده بقى ما يزعلوش مننا صح؟ بص بقى انا هعمل ايه؟ ركز معايا بقى علشان انا كده ايه؟ ناوي على نيه ربنا يستر منها، مش هما كده بيعملوا فينا مقلب تاني؟ يبقى احنا بقى نعمل فيهم مقلب اقوى وانا عندي فكره اقسم بالله جهنميه، بس هتاكد بس من اللي هي بتعمله. بص بقى احنا كده لازم احنا نعمل خطه بقى ايه؟ ما تخرش الميه، اقعد لي بقى كده وانا دلوقتي انا عرفت انا هعمل ايه؟ انا كده عرفت ان هما ما اتحركوش وما راحوش في المستشفى ولا راحوش حاجه عن طريق الايفون، بس انا عايز اعرف الخطه، ركزوا بقى معايا واللي بيتفرج على الفيديو ده في الوقت ده انا عايزكم توصلوا الفيديو ده لاعلى لايكات موجوده في القناه لان اللي هعمله النهارده استنى تحطوا لي لايك للفيديو ده وتشتركوا في القناه علشان اللي جاي هيبقى كارثه كبيره، الفيديو النهارده هيبقى فيه كارثه كبيره وانا في دماغي حاجه هعملها بس اتاكد الاول من الخطه اللي هي بتعملها، انا متاكد دلوقتي ان هي بتعمل مقلب، اول ما فتحت الايفون جالي المكان اللي هم فيه مش مستشفى ولا حاجه، الواضح من المكان ان هو مكان سكني معرفش فندق ولا ايه معرفش، فانا لازم بقى دلوقتي اعرف الخطه، لازم دلوقتي نعرف الخطه اللي هم هيعملوها علشان بناء عليها انفذ الخطه بتاعتي، فاول حاجه هشوف حد من اللي معاها وجنده ليا يعني اخليه جاسوس، فانسب حد ممكن اعمل معاه الموضوع ده هو محمد لان محمد معاه تليفون وندى زي ما انتوا عارفين هتبقى مياله لامها اكتر وهي معاها في كل المقالب، فندى ممكن ايه ما تبقاش معايا، فانا هشوف محمد ابعت له رسائل ويا رب يكون محمد فتح التليفون هو كمان عشان نخلي محمد جاسوس لينا يقول لنا على الخطه بتاعتهم اول باول ونبدا ان احنا ننفذ الخطه بتاعتنا. استنى بس نبعت لمحمد. يا محمد شوف الرساله وما تقولش لحد اني بكلمك، انا لقيت السكوتر اللي انت كنت عايزه. محمد كان نفسه في سكوتر وهجيبه له لو بقى معايا فعلا قدرت ان انا اخليه يتجند. ازيك يا بابا؟ اه محمد رد عليا، هو ده السكوتر اللي انت كنت عايزه صح؟ طب اجيبه لك بس تساعدني وتبقى معايا، ايه رايك؟ فاهم عشان امي بتعمل فيك مقلب صح؟ شوف عايز نعمل ايه وانا معاك في اي حاجه. شفته فعلا بتعمل مقلب اهو. انا عايزك تعرفني الخطه بتاعت امك اول باول علشان اخطط عليها. قادر هي تعمل منك بطاطس محمره يا اولاد اللذينه؟ شايفين بيقول لها تعمل فيك بطاطس محمره وانا هعمل منها بطاطس مهروسه. يلا بقى اهم حاجه امسح اي رسايل بينا وكلمني فون من غير ما تسمعك، ولما نخلص الخطه بتاعتنا هجيب لك السكوتر ده. الله حبيبي يا بابا ندقيقه واكلمك هيتصل بينا. كده بقى محمد معانا، تعالى بقى سير ايه اقعد قدام معايا كده. محمد معانا. محمد حمدي ازيك يا محمد؟ انا عارف ان انتوا مش في مستشفى صح؟ احنا مش في المستشفى، احنا في مول اصلا بنشتري حاجات. في مول؟ اه. امك بتعمل مقلب صح؟ ايوه. طب بص بقى شفت السكوتر اللي انا بعت لك صورته؟ ايوه. اهم حاجه انت هتجيبه؟ هجيبه لك بس تخليك معايا يعني تبقى تبعي. ماشي. وتقول لي على كل حاجه امك هتعملها. ماشي. ماشي. انتوا قاعدين في فندق ولا قاعدين فين؟ لا احنا قاعدين في بوخ كده حوالين الغابه واحنا دلوقتي في المول. انا قلت لامي ان انا اروح الحمام عشان اتصل بيك.
طب اهم حاجه الرسائل اللي انا بعتها لك دي كلها تمسحها. ماشي انا خلاص مسحتها اصلا. جدع، علشان خاطر امك لو شافت التليفون هتكشفنا. بس اوعى تبيعني لامك، اوعى تقول لامك على الخطه بتاعتنا دي. ماشي. لا مستحيل اقول لها، طب انا هجيب الاسكوتر يبقى ان شاء الله. لا هجيب لك الاسكوتر، هو هو اللي انت عايزه ده. ماشي. بص بقى بعد المول هتعملوا ايه؟ ما اعرفش، بس امي قالت اللي هتروح المول وهتخربها وهتشرب كل الفلوس اللي بتديها لها. تخربها. ماشي، ولا اخربها انا كمان. انا لو اتصلت عليها تاني احسسها ان انا ايه رحت اللوكيشن اللي هي بعتته لي ده، وان انا ايه عمال ادور عليك وكده. ماشي. وانت صورها عادي وما تبينش اي حاجه، بس اي حاجه تتفق معاكوا عليها وتيجي تعملها تبلغني. ماشي. ماشي. اتفقنا؟ اتفقنا. كلام رجاله. كلام رجاله. يلا توكلنا على الله. انا هروح البيت وهبين ان انا ما ايه ان انا بدور عليكوا كده. خلاص انا اتاكدت ان محمد بقى معايا، واتاكدت ان وفاء بتعمل مقلب وتستاهل بقى اللي انا هعمله. شايفين انا مجهد وصوتي اتنبح والله من كتر النديه عليهم الصبح، وكنت قلقان وكنت ندمان، وكنت المفروض ان انا هجيب لها هديه وهعمل وهسوي. فهي بقى جابته لنفسها بقى ان انا عيد تاني واعمل فيها مقلب تاني. بس المره دي بقى المقلب هيبقى ايه؟ فظيع، هيبقى لقاء السحاب. وصلنا بقى البيت ونقعد بقى نتكتك انا واوسه بقى. عندي خطه، لو حد فيكم سمعها هيقول عليا مجنون. بس هي بقى طلبت جنان، ادام هي مصره ان هي تنفذ معايا مقالب تاني يبقى هي جابته لنفسها. صح يا اوسه؟ يبقى احنا كده عدينا العيب. اول حاجه بقى دلوقتي عايزين نتصل عليهم علشان نحسسهم ان الخطه بتاعتهم ايه مظبوطه، والخطه بتاعتهم ماشيه 100 100، يبقوا نايمين في العسل كده. فطبعا انا عمال ارن عليها وانا جاي في الطريق، مش راضيه ترد الهامل. طبعا بيتسوقوا بقى وعاملين يفرتكوا في الفلوس، ما يعرفوش بقى اللي انا هخطط له. فطبعا انا دخلت دلوقتي على ايه التتبع بتاع الايفون، وعرفت ان هم رجعوا في نفس المكان اللي كانوا فيه الصبح. خلينا اتصل عليها عشان احسسها ان انا ايه عمال الف وراها. انت حس بالامان. فا انت فين يا وفاء؟ ما بترديش لها على التليفون. الواد لسه ما خرجش من عملياته، وشكلهم هيعوزوا فلوس تاني. العمليه شكلها خطيره. العمليه شكلها وصلت اللوكيشن. انا وصلت اللوكيشن اللي انت بعتهولي، مش مستشفى اصلا، ده مستوصف. ازاي هتعملي فيه عمليه مستوصف ده؟ اكيد اتبعت لك غلط. اكيد اتبعت لك غلط. ايه؟ طب ابعتي لي النت فيه، افتح الواتساب وابعتي لي من الموقع اللي انت فيه دلوقتي، او اليافطه صوري لي حتى اليافطه اسم المستشفى. مش فاهمه يا حبيبي، من الحقي الواد الحالي الاول. الواد بيموت مني، ابعت لي فلوس تاني، شكلهم هيعملوا عمليه ثانيه. ليه؟ هو ايه اللي حصل له؟ هو وقع من على الجبل؟ يعني انت عايزه ايه دلوقتي؟ حول لي فلوس تاني. العمليه شكلها خطيره. حول لي فلوس تاني. ما انا بعت لكم 20,000 الصبح، عايز 10 تاني؟ ابن حبيبي شوفوا ماليش دعوه، دخلوني لابني. قلت لي عند ابني. اضطر ابعت لها 10,000 تاني. ماشي، عشان بس ايه اثبت لها ان انا اتضحك عليا. لكن انا والله العظيم لا الفلوس دي كلها تطلع على عينيها. ماشي، ابعت لها الاول الفلوس، بعت لها 10,000 تاني. ودلوقتي حالا بقى اقول لكم بقى على الخطه اللي انا هعملها. المفروض ان انا بعد ما عملت فيها المقلب اللي فات بتاع الجزيره، انا ندمت وزعلت، فكنت ناوي ان انا اصالحها واجيب لها شغاله في البيت تساعدها في شغل البيت، لان شغل البيت صعب وهي بتتعب فيه. فكنت عايز ان انا اصالحها وراضيها واجيب لها واحده تساعدها في البيت، فانا هجيبها لها برده، بس هدخل عليها بالشغاله دي وكانها العروسه الجديده. كان في مكتب عماله منزليه، في واحد اعرفه هكلمه اقول له يجيب لي واحده كويسه وكل حاجه، ولكن هتفق معاه ان هي تظهر معايا في الاول كده وكانها عروسه وكانها مراتي الاول، وهو هيفهم الموضوع ويقول انا بعمل مقلب في مراتي وهيفهمها، وان شاء الله تتم الموضوع ده على خير. فطبعا دي هتبقى قصه كبيره لا يمكن تخطر على بال وفاء، وهسيبها واخده راحتها خالص ايا كان بقى اللي هتعمله. انا لغايه دلوقتي معرفش هي توصل لغايه فين، فانا خليني بقى ايه هفضل كل شويه اتصل بيها واقول لها انا بلف، انا رايح، انا جاي، وكل شويه تبعت لي اللوكيشن غلط، ومفكره ان هي كده بتدوخني، ومفكره بقى ان هي كل شويه تاخد مني فلوس، وعايزه تيجي في الاخر وتقول لي انا ضحكت عليك. فانا بقى هفضل ايه منيمها في الخط كده، تلاقيني داخل عليها بقى بالعروسه بقى. فدي تبقى الصدمه الكبيره بالنسبه لوفاء. تعالى بقى يا معلم نعمل بقى شويه اكل، عشان انت ايه التتو بتاعتك مش موجوده، فانت تلاقيك عايز تاكل. استنيني هنا. تاكل جبنه بقوطة، اعمل لها شويه بيض. تاكل بيض؟ اركب على ظهري. رحت. نعمل انا وانت سوا شويه بيض مقلي مع حتتين الجبنه. استنى بس اجيب عيش. ما تاكلش الا لما اجي. واو. انا عارف ان كل حاجه واو. استنى ما خلاص الاكل لما اجي. استناني. هتاكل لوحدك؟ يلا انا عارف انك جعان وانا جعان. واو. يلا يا معلم قرب مني كده، سيبك من التلفزيون مش وقته، ده انا عشان العيش سخن. ناكل ونروح نجيب البدل. ماشي؟ احنا هننفخهم انا وانت، هننفخهم. الفكره اللي انا وانت بنعملها دي خلي بالك خطيره.
بس حلو هما يستاهلوها. افتح بقك جامد. كده خلاص اشترينا البدل انا وأوسة، ومحمد كلمته قال لي ان هي بتفكر ان هي تروح بكره، فانا كده بقيت اموري تمام. العروسه جاهزه والبدل جاهزه وفستان العروسه وديته لها وظبطت كل حاجه، واتصلت بفرقه علشان تيجي تزفني بقى. شفتوا بقى لغايه ايه؟ والله العظيم جبت لها فرقه مخصوص، فرقه عربي سوري في قلب تركيا، كلفتني بس عشان خاطر ايه؟ اول ما تشوفني مخها يطير، مخها يطير كده اهو، تقول لك ده فرح حقيقي. يبقى عمرها ما تتوقع اللي انا بعمله ده. فننام بقى دلوقتي، نصحى فايقين رايقين، نلبس البدل ونجيب العروسه ونشوف هي هتيجي ولا مش هتيجي. لازم تشترك معايا في المصيبه اللي انا بعملها دي. دي مصيبه كبيره اللي احنا بنعملها دي، اكبر مصيبه عملناها في حياتنا. انا عايزك تساعدني علشان نلحق ايه، نظبط العربيه ونزوق البيت ونظبطه 100 100 ونروح نجيب العروسه انا وانت. ماشي. استنى هنضفها الاول. ايه رايك كده يا عم؟ كده العربيه اتظبطت وبقت ايه، تصلح للزفه 100 100. هطلعها بره بقى علشان ايه، نزين المكان. مش هو ده الاتفاق اللي ما بيننا؟ ادي كده المدخل ظبطته ونضفته، خليت العربيه بره وسبت الباب مفتوح علشان لما ييجوا يدخلوا بقى. وهعمل بقى دلوقتي شويه ديكوريشن في البيت يخلي البيت ايه، وكان هو متجهز ليهم، لان انا طبعا عايز اعمل لهم صدمه ما ينسوهاش برضه. هي تفتكر ان انا عامل لها مفاجاه بقى ومظبط لها البيت وهصالحها وارضيها واخدها بالحضن بقى وورد وجميل وحاجات وبتاع، وبص تلاقيني داخل عليها بالعروسه شال الرعاش كده اهو. ماشي. هو ده نفس الايه اللي انا عايز اعمله. مش انت فرحان لابوك؟ فرحان ولا مش فرحان؟ فرحان. هنعمل مصيبه اللي احنا بنعمله ده مصيبه. اضرب دماغه. بصوا بقى، رحت انا وأوسة حبيبي جبنا شويه ديكوريشن وزينه بسيطه كده خالص، هي حاجات بس تبين ايه ان احنا مهتمين يعني. ورد مجفف وشويه ورود بقى وزينه. فين اللزق اللي كان معاك؟ انا عارف انت هتعطلني انت كده. فين اللزق بقى وديته؟ تعال امسك معايا بقى. واو. خلي بالك اللي احنا بنعمله ده انت ممكن تتضرب عليه. ولا يهمك. ماشي، ادام ما يهمكش مش مشكله. بص احنا هنعمل الزينه كده اي كلام عشان نلحق. ماشي. احنا مش عايزينهم يجوا احنا هنا، احنا عايزين احنا نخش عليهم بالعروسه. مش هي فاكره بقى دلوقتي ان هي بتمقلبني؟ فاحنا بقى ايه، نديها للصعقه. عمرهم ما يتوقعوا ان احنا عارفين المقلب اصلا. ايه رايك كده؟ اكنه عيد ميلاد صح. احط لهم هنا في الدخله دي كده عشان يخبطوا فيها وما داخلين يشوفوها. عمال يقول لي واو، ده احنا هنتنفخ بالواو. امك هتيجي تعمل لنا واو. كفايه نفسك اتقطع، كفايه انا بنفخ انا. انا عايزك بس تنعكشهم لي في البيت. ماشي. واو. افرقعها لك؟ افرقعها؟ انت عارف انا بصور ليه؟ عشان امك تعرف ان انت شريك معايا في الجريمه. يبقى ايه الحدث ده لازم يبقى موثق، لازم تبقى مشترك معايا في كل حاجه انا بعملها عشان ما اتضربش لوحدي، عشان المره دي انا هتضرب بجد. احنا كده لعبنا في عداد عمرنا بجد يعني. يلا معايا تعالى نعكشهم في البيت. ادي كده شويه الزينه الجميله والبلالين، ويونس عمال يفرقع لي في البلالين بنفخها. بس يا يونس بص، انت تحس ايه بالرومانسيه؟ عشان تحس بالرومانسيه انت كل حاجه اجي اعملها تقول لي عليها واو. بص 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 بص، شايف ده ورد مجفف بقى؟ عشان تقول لك ايه، ده حمدي ايه هيخلينا نقضي شهر عسل من اول وجديد. تعرفش ان شهر العسل ده مش ليها. انا هحط لهم هنا كمان. ايه رايك؟ انت جبت الورده دي هنا ليه؟ دي هنحطها على السفره جوه. اول ما يدخلوا كده يحسوا ايه ده، فرش لي الارض ورد وبتاع، ارمي لي هنا كده قدام الباب عشان اول ما يدخلوا يشوفوه. ماشي. ارمي. ايوه ايوه جدع. يلا يا يونس يلا عشان نطلع نلبس. بص بقى ايه، عشان نكمل ايه الشعيريه، نحط لها شموع صح يا يونس؟ مش احنا كده شاعريين؟ يجوا يلاقوا الشمع ولع، بس مش هنولعها طبعا لو احنا خارجين. طب وربنا ديكوريشن جامد. بصوا وردتين في النص اهو، اظن كده احنا مدلعينهم مدلعينهم. يلا بقى نطلع نلبس. قول واو، قول واو. واو. شغل جامد صح؟ تعالى بقى نطلع نلبس البدل. نطلع بقى نلبس البدله بتاعت أوسة، وهو اللي هيسلمني العروسه بايده. بص بقى، جبنا بدلتين عظمه، البدلتين على بعضيهم عظمه، علشان خاطر انا لو بتجوز بجد مش هجيب البدله دي، مش هجيبها خالص. بس انا قلت اجيب بدله مستفزه علشان لازم اخلي وفاء مخها يطير اول ما تشوفني. اول ما تشوفني تقول ده انت ما عملتهاش في فرحي. وادي أوسة كمان، كمان أوسة لازم يكون كيات زيي. خلي بالك اللي انت بتعمله ده ممكن امك بص تنفخك عليه. واو صح. ايه رايك؟ انت شفتها قبل كده وانت اللي منقيها. تعالى بقى البسك بسرعه، والبس انا كمان علشان محمد بلغني ان هم جايين في الطريق. يلا بسرعه. اوعى توسخ هدومك، عايزين نكلم محمد الاول قبل ما نخرج. نتصل بمحمد عشان نعرف هم فين دلوقتي. لوكيشن جايب لي ان هم في الطريق.
انا عايز اعرف هي رايحه في حته ولا ايه. ماشي تعال نتصل بمحمد الاول. اتصل بمحمد علشان نظبط المواعيد. لازم ان احنا نخرج من البيت وهما ييجوا بعد كده احنا نخش عليهم بالزفه. ماشي فلازم نظبط المواعيد. ده هيبقى يوم مسخره. هو انتوا فين دلوقتي يا محمد؟ محل الذهب. اللهم صل على النبي. اه عايزه تشتري ذهب بالفلوس اللي خدتها وتغيظني. طيب بص بقى، بعد ما تشتري الذهب امك هتروح في حته تاني؟ لا احنا خلاص روحين بقى لماما تشتري الذهب. طب واحده ركز معايا جدا في اللي هقوله لك ده. ماشي ماشي. انا عايزك اول ما تدخلوا البيت صور عادي وخليكم معاها عادي واي اكنك ما تعرفش حاجه. بعد ما تدخلوا بخمس دقايق بالظبط وامك تعمل اللي هي عايزاه وتصور بقى وتشوف الحاجات اللي انا عاملها في البيت، فهي اول ما تشوف المفاجاه هتصور طبعا وانت هتصورها. بعديها بخمس دقايق بالظبط تروح خارج لي، هتلاقيني عند البيت اللي على ناصيه الشارع. ماشي ماشي. هتلاقيني مستخبي عند البيت اللي عند ناصيه الشارع، تروح جاي لي علشان تصورني، علشان انا ايه ماشي بالزفه مش عارف اصور نفسي، فانت اللي تصورني. ماشي بس اوعى امك تاخد بالها، انا عايز ان انا ايه افاجئها. انت تتسحب بعد ما تصورها هي، بعدها بخمس دقايق على طول تروح متسحب وخارج لي علشان تمسك لي الكاميرا. ماشي اتفقنا؟ هننفذ الخطه ديت وان شاء الله ايه مش هتعرف عننا حاجه. يلا يا محمد سلام، انا هجهز دلوقتي. سلام. بصوا بقى المسافه اللي بيني وبينها دلوقتي تقريبا نص ساعه بالعربيه، فهي عبال ما تشتري وبتاع قولوا ساعه الا ربع. فانا هلبس وانزل بقى اجهز المكان تحت اكتر واخرج اروح اجيب العروسه واستناها على الناصيه. يلا يا اوسه يلا ننزل بقى. يلا دلوقتي احنا جاهزين لاصعب مرحله في المقلب. زي ما انتم شايفين انا واوسه بقينا مستعدين 100%. انا عايز اقول لكم انا قلقان جدا وعمال اعرق وخايف. انا صراحه خايف لان انا خايف من زعل وفاء، مش خايف من وفاء، انا خايف من زعل. هتفرق كتير. فانا خايف من زعلها لان الموضوع ده موضوع حساس وانا يعني خايف على مشاعرها، بس انا ان شاء الله هحاول بقدر الامكان ان انا الم الموضوع بسرعه لاني منطقه خطر. اللي انا بلعب فيها دي منطقه خطر، كل الستات فاهماني. قبل ما نخرج بقى اهم حاجه اولع الشمع عشان تيجي تلاقيه مولع. ومحمد ايه دلوقتي هيتابع معايا، اول ما هيقربوا زي ما انتوا شفتوا كده اتفقت مع محمد، اول ما يدخل البيت هيصورهم عادي ويتسحب ويخرج لي. كده انا ويونس جاهزين والبيت كده كله جاهز. عايز اقول لكم بقى ان احنا بنعمله ده كارثه كارثه. بصوا القمر والعسل، انا هو كده بقينا عرسان 100%. يونس اللي هيمسك دير العروسه هو اللي هيجيبها لي من ايديها، هو اللي يقوم بدور الايه ولي الامر. يعني ده ولي امري. البالونه مش مشكله البالونه. يلا بينا نمشي بسرعه بقى علشان نروح نجيب العروسه. يلا يا يونس توكلنا على الله. هنسيب طبعا الباب مفتوح ويدخلوا على طول عشان يشوفوا الزينه والحاجات دي كلها، واحنا ناخد بقى العربيه نروح نجيب العروسه والفرقه. انا عايزك تجمد قلبك، ها مش عايزك تخاف خالص. العربيه اهي طبعا ايه لما نيجي بقى هسيبها بعيد عشان خاطر ايه ما نتكشفش. ادي العروسه بقت جاهزه. العروسه جهزت اهو. ان شاء الله نو بروبليم ماما. ان شاء الله ما تزعل، بس انت ممكن تكون شهيد في هذا موضوع. اوكي ان شاء الله. انت ما يعرف عربي ماما بيشتم، انت ما تعرف انه بيشتم. اوكي ما تزعل يعني انا بحط تيت. اوكي اوكي الحمد لله على السلامه. يلا يا عروسه تعالي بقى نستخبى قبل ما الفرقه تيجي. يلا يا اوسه احنا مخبيين العربيه جنب البيت دلوقتي، احنا مخبيين بقى العربيه جنب البيت هنستنى الفرقه جايه في الطريق، ومحمد اول ما يديني الضوء الاخضر هنروح داخلين بالزفه على طول. دلوقتي الفرقه وصلت. جاهز ميمي؟ ربنا يستر. ربنا يستر ان شاء الله. جاهز يا يونس؟ يا جدعان اللي وصل اللحظه دي حط لايك، انا مش قادر، عمال اجيب ميه من كل حته وخايف جدا. محمد جاي محمد جاي. شفتي ده ابني محمد الكبير، ماشي بعتمد عليه في الحاجات الكبيره بس. هي محمد ايه امك حاسه بحاجه؟ لا ام قاعده فرحانه ومتحمسه جدا للمفاجاه. اه مفكره ان انا داخل عليها مفاجاه حلوه صح؟ انت هتتصدم بقى من اللي هي عملته. طب خد امسك انت الكاميرا، انا عايزك بقى تصور الزفه. الرجاله وصلوا. يلا يا رجاله يلا بينا. يلا بينا. يلا ربنا يستر.
منك مشكله. يا نهار اسود بليس حبيبي، بليس حبيبي، خد ساتر، خد ساتر، خد ساتر بعيد، ما تخاف، هي شويه وهي ده هو كده يطلع يطلع ينزل على ما فيش. اوكي بس تعالى تعالى بس 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 عشان اتجوز بس كده، كل ده عشان كده بتحبيني قوي كده. الفرقه راحت فين؟ الفرقه جريت. صل على النبي، مش عليك واحده وبس وتهزر. نعتذر يا جماعه، معلش الست متعصبه شويه، معلش. خلاص يا وفاء، انا ما قلتلكش انا متجوز، نسيت اقول انا متجوز، معلش انا اسف، انا اسف، انا نسيت ان انا اقول لك انا متجوز. هذا الكلام اربع مرات يعني، ليش انت البنت بيضه بيضه بيضه؟ كل ده هزار. بص 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 زفه بجد بقى عشان العروسه الحقيقيه. زفه بجد والنبي جد، والنبي جد، والله ما يحصل، والنبي جد. على كل حاجه بس عايزك تهدي. لا مش ههدى. تعالى اعمل لك الزفه الجميله. مش ههدى والله العظيم، هخليك تطلعني دلوقتي حالا. هي البدله دي معصباكي يعني؟ اهو اديها ورده، اديها ورده يا عم. وبس شوف وفاء بتعمل ايه؟ والله متشكرين يا جماعه واسفين جدا جدا. متشكرين على ايه؟ ده مين؟ الناس قامت معايا بالواجب يا وفاء. عيب ده، انت ابو الواجب. يلا شو حلو يا الصبحه. والله ابدا، لازم هتعمل لكم طاجن لحمه ضاني النهارده. يلا بعد ما حرق دم. لا ما لهمش سمح. تحيه للمدام وفاء. يا رجاله لو عندك زوجه زي وفاء، اياك اياك وحذاري على فكره نفسي. تفكر تتجوز على مراتك لو معاك واحده زي وفاء. ايوه. وطبعا بقى كانت صدمه كبيره لوفاء، عشان فاكره بقى جايه بقى من بره وفكره ان هي مقلباني. طلع ان انا اللي مقلبها. بس ايه العقد الجامد ده؟ حلو، عجبك؟ جبت بالفلوس دهب صح؟ اه. لا لا كده بقى اتجوز عليك بجد، وربنا هيطلع عينك. لا كده اتجوز عليك بجد. لا لسه اصلا ما عرفتش احنا عملنا ايه. توجعني قوي. انا كنت اصلا متابع كل حاجه، وعارف ان انتوا لا رحتوا مستشفى ولا رحتوا في اي حته، كل ده كنت متابعه، وفي نفس الوقت كنت بخطط للي انا بعمله ده. اديتكم الفلوس عشان اسيبكم تعملوا اللي انتوا عايزينه، علشان فعلا وفاء تبقى مبسوطه وتحس ان هي انتصرت، وتحس ان هي مقلباني، وتحس ان هي مصحه. على وشي في الاخر. اه روح كفيك على وشك في الاخر. بالظبط كده. اقدم لك بقى ميمي مكلد علشان خاطر انا جايبها لك تساعدك. انا مش عايزه مساعده. لا 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 تساعدني في ايه؟ لا مكلد جايه هتساعدك في البيت يا جماعه، علشان البيت فعلا كبير، ووفاء لقيتها بتتعب جدا جدا في شغل البيت. هي تطوعت وشرحت لها الموضوع، قلت لها انت ممكن تبقي شهيده في الموضوع ده. قالت لي مفيش مشكله. فهي كده هتبقى معاكي في البيت تريحك، لان فعلا انا كنت حاسس بندم ان انا عملت فيكم المقلب اللي فات، بس لما لقيتك بتلف وبتدوري تاني فجت في دماغي الفكره، قلت هاخد عصفورين بحجر واحد. اقسم بالله ما هلفلك. بس طالما طلعت ايدك خير في الاخر هعديك. انا عايز حاجه واحده بس. مين اللي كسب كده في المقالب، انا ولا انت؟ انا لغايه دلوقتي انا منتصر 2-1. هو اللي قلتك الفلوس بس انت حرقت دم سرحك. صح، يبقى انا الكسبان. يبقى انا كده المقالب بتاعتي انا اقوى، واستنى حالا اشوف لايكات الدنيا كلها موجوده في الفيديو ده، علشان هي لو فكرت تعمل فيا مقالب تاني تخش الفيديو ده وتفتكر ان هي لو لعبت معايا انا ويونس هنبهدل الدنيا ونخرب الدنيا. على فكره ماشي اهو، بقينا اعداء خلاص. اللي يرضى على امه كده خلاص بقينا اعداء.
لا يونس خلاص يونس ما كانش يعرفه تاني، ما كانش بيعمل حاجه خالص في المقارب غير انه هو كان بيحط الخطه بس. ده شكراني زيك. ماشي كان بيحط الخطه بس ما كانش بيعمل حاجه، انا كنت بنفذ. فانتوا يونس حط له لايك عشان خاطر المقالب بتاعت يونس دي بقى كوي. بس انا انقذتك من ايديها، خلي بالك. على فكره انا بعض بالليل، خدي بالك من ايوه خدي بالك ماما بتعض. استخبي اوكي. طيبه جدا على فكره، وان شاء الله تنفعك وتريحك. وماما طيبه طيبه. انا حد اللي شفيته ده لا. لا ماما كتير 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 طيبه، هو بيحب انا، هو يحب انا، هو عصب لانه يحب انا، هو يحب انا موت. انت بعيده عن ماما تبقى تمام في السليم، تيجي جنب ماما تعرفتك على طول. كده انا اثبتت حب وفاء ليا قدام الدنيا كلها، ونشوفكم ان شاء الله على خير في مقالب تاني. لا لا خلاص احنا اتصالحنا بقى، اقسم بالله ما تعمليش فيها مقالب تاني. ماشي انا فاضل لي مقلب واحد بس، ان انا اجيب الجوازه الثالثه وخلاص. لا 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 لا.